الحمد لله هذا النجاح أولا كان فضل الله سبحانه وتعالى، اللي النعم ديالو علينا لا تعد ولا تحصى. أيضا فضل الوالدين ديالي، المجهود ديالهم جبارة، اللي حتى كلمة ما كتوفي لهم ولا القليل من حقهم. أيضا الإخوان ديالي اللي كانوا خير سنة طوال المشوار وكينصحوني بزاف، شكرا لهم بزاف. أيضا الأساتذة اللي متابع أسرة صغيرة في المدرسة، شكلنا أسرة صراحة، كنشكرهم بزاف على المجهودات الجبارة والدعم ديالهم المتواصل لنا. الوصفة هو أنه خصو يكون عمل منتظم، طبعا هو ماشي غير بداية سنة فقط، وإنما هو هادشي يعني تراكم من أول يوم في سنة في المشوار الدراسي، يعني من السنة الأولى ابتدائي. فما يمكنش تجي تا البكالوريا وعاد تبدا تقرا، راه يعني ما غاديش يكون نتيجة، ما غاتكونش نتيجة نهائيا. هادشي يعني راه عنده دي باز في الأعوام السابقة. أيضا خصو يكون تنظيم الوقت، هو تنظيم الوقت، وطبعا ماشي قرا قرا قرا، راه الإنسان خصو يفوج على راسو. ديك الارتياح والاستمتاع بالعكس كيعطي طاقه ايجابيه للدماغ ديالنا، كتحفز على اننا نزيدو نقراو بزاف. ايضا الانسان خصو يبقى يرسل رسالات ايجابيه للدماغ ديالو، ديك انا ما نقراش وما نعملش وما نفعلش كي كيفشلو، بالعكس غير كذب وقول انا غنقرا انا غنعمل وان شاء الله ربي غادي يسلك. ولكن طبعا خذ بالاسباب، وخصك تقرا وتخدم، والاهميه في الكيفيه اكثر من الكم. كنتمنى انني مستقبلا نكون طبيبه، هدفي يعني مساعده الغير صراحه. ايضا كتعجبني الهندسه بزاف، كتعجبني واللي فيها الخير ان شاء الله ربي يسر. بالنسبه للناس اللي حصلوا على النقاط يشوفوا الميولات ديالهم منين كتمشي، يعني فين غيجبروا راسهم اكثر، فين يقدروا يعطيو اكثر، فين كيحسوا انهم غيرتاحوا، لانه هذاك هو السبب اللي كيخلينا حنا نعطيو اكثر، يعني باش نخدموا البلاد ديالنا والجهه. حصلت على معدل 19.13 في الامتحان الوطني. هاد النتيجة، هاد المعدل كان متوقع، لأني بذلت مجهود كبير في طيلة السنة. أيضا والدي عاونوني بزاف باش أنني نحقق هاد لومبيسيون ديالي اللي كانت عندي من الأول ديال العام. الأساتذة ديالي ما بخلوش عليا بالمعارف والمعلومات، وكانوا دائما كيبذلوا مجهودات حتى هما باش يوصلوا لنا الدروس بأحسن شكل. أيضا بعض الصديقات ديالي منهم كوثر الفاسي اللي حصلت على أعلى معدل السنة الفارطة. هاد المعدل اللي حصلت عليه كيفتح أمامي مجموعة من الاختيارات، ولكني كنفضل نمشي في كل ما هو متعلق بالبيولوجيا، أو لا في كل ما هو متعلق بلافوماتيك.